هذا السؤال سبق ان اجيب عليه. ما حكم اكل اللحوم المستورده مثل لحوم الدجاج والاغنام وغيرها؟ نرجو ان يكون الجواب كافيا شافيا، واذا كان في الجواب تفصيل بالنسبه لطريقه وكيفيه الذبح فكيف نحصل على المعلومات من ذلك. هذا يستريح على السؤال كثيرا، مستورد اللحوم هذا السؤال كثير جدا، والحاجة ماسة إلى إحكام هذا الأمر من جهتين، من جهة ضبط المستورد والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة، وأن لا يستوردوا إلا لحوما معروفة قد ذبحت على الطريقة الإسلامية وتولى ذبحها ويباح ذبحه من المسلمين أو أهل الكتاب. هذه مسألة لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنهم يعني قد اعتنوا بالشروط الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا أنه مستورد قد عني به هنا وأنه لا يستورد إلا الشيء الذي يباح أكله، هذا هو قولهم. ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء، لأن مستورد من بلاد السعودية فيه خطر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون، فيخشى أن لا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى أن لا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقام. وكذلك ما يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيهم شركات تذبح ذبحا غير إسلامي، وهم شركات تذبح ذبحا إسلامية، فالمقام فيه خطورة، والإحتياط المؤمن ترك هذه الأشياء، وأن لا يأكل من شيء معروف من بلاده مذبوح من بلاده فذبحه هو. ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب، وإما ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريمه، فالأصل إباحة، لأن الله أباح طعام أهل الكتاب. فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من الدنمارك من أشباه ذلك، وهو مقطوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت أو هذه الجهة التي استوردت ما يخالف ذلك، فالأصل حل بهذا، هذا هو الأصل. ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم أنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك بعد الموت، أو أنها تذبح بالطريقة غير الإسلامية كالخنق ونحو ذلك، أو ضرب الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يأكل ما علم، ما علم حربة وأنه منخنقة أو موقودة. وإذا شك في ذلك فحتى يحتاط نفسه مثل ما قال النبي: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعمره. ولكن لا نحرم ما أحله الله، فلا نحرم طعام أهل الكتاب، فهو حل لنا حتى نعلم أنه وجد فيه ما يحرم. وأما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك، إلا يتولاه مسلم أو سوى كتابي يتولى ذبحه.